مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. كانت هذه المظاهرة في الأسبوع 107 بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي الجزائري المناهض لنظام عصابة الجنرالات على حد تعبيره، الدياريس، دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية التي ساعدت في استقلال الجزائر واغتالت العديد من الجزائريين. فهل حقا هي مخابرات إرهابية أم جهاز استخبارات وطني؟ إليك القصة. مديرية المباحث والأمن أو دائرة الأمن والاستعلام أو الأمن العسكري DRS، كل هذه التسميات الرسمية هي لجهاز المخابرات الجزائرية الذي يعتبر من أكبر وأقوى أجهزة الاستخبارات في العالم، وتاريخها حافل بالكثير من القضايا والعمليات التي أذهلت أكبر أدمغة التجسس. يعود تاريخ تأسيس جهاز المخابرات الجزائرية لعهد ثورة التحرير الكبرى في الجزائر، حيث كان في بداياته جهاز أمني لحماية الثورة والثوار. ففي عام 1958 تم الإعلان عن قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة فرحات عباس، وقد أسندت وزارة التسليح والاتصالات العامة إلى عبد الحفيظ بوصوف الذي كلف جماعة من الضباط الشباب بمهمة تشكيل جهاز للاستعلامات، بقي ملحقاً وتابعاً تنظيمياً للوزارة حتى استقلال الجزائر. بوصوف قام بعمليات كبيرة لحماية الثورة وأنشأ مصانعاً للتسليح داخل الجزائر وخارجها لتلعب دوراً كبيراً أثناء الثورة وبعد الاستقلال. ورغم قلة الإمكانيات أنذاك، إلا أنها استطاعت أن تزرع جواسيس في الخارج وتجنيد عملاء لها في الجزائر، فمن أبرز رجالها مسعود زكار. وعلى الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها المخابرات ومنها اغتيال عبار رمضان، إلا أن الجزائريين نظروا إليها على أنها نجحت بخدمة الثورة الجزائرية وتحقيق أهم أهدافها، وهو خروج المستعمر الفرنسي من الجزائر عام 1962 ومباشرة بعد استقلال الجزائر. وقع انقلاب جماعة وجدة على الحكومة المؤقتة، وفي ذلك الوقت سيطر هواري بومدين على أهم الأجهزة كوزارة الدفاع والمخابرات التي غدا اسمها المخابرات العسكرية. وبعد أن أصبح بومدين على رأس البلاد في عام 1965، عين قاصد مرباح رئيسا للمخابرات، لتشهد أجهزة الاستخبارات الجزائرية تغييراً كبيراً في التنظيم الداخلي لها، مستوحى إلى حد كبير من الاتحاد السوفيتي، وبالتالي تم تسميته باسم الأمن العسكري SM. مهمته مكافحة جميع أشكال التجسس، الحفاظ على الأمن الداخلي للبلد، حماية المصالح الحيوية للجزائر في الخارج. وتمكنت المخابرات في عهده وتحديداً في السبعينات من تحقيق عدة إنجازات على الصعيد الدولي، بينما كان لها دوراً سلبياً على الصعيد الداخلي عندما قاموا باغتيال كريم بالقاسم ولعب دور في خنق المجتمع الجزائري ليهرب العديد من المعارضين أو ينتهي بهم الأمر بالسجون. احتفظ قاصد بهذا المنصب حتى عام 1979 حين عين نائباً لوزير الدفاع، تارك منصبه للعقيد نور الدين يزيد زرهوني الذي شغل منصب المدير العام للأمن العسكري من عام 1979 حتى عام 1980 حين تم استبداله باللواء لكح العياط. وفي عام 1987 قام الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد بإعادة هيكلة المخابرات الجزائرية، بحيث قسمها إلى قسمين. الأول هو المديرية المركزية لأمن الجيش، وقد أسندت رئاستها للواء المتقاعد محمد باتشي، وكانت مهامها منحصرة في مراقبة الجيش الجزائري. والثاني هو المندوبية العامة للمباحث والتوثيق، وأبقى اللواء لكح العياط على رأسها، وكانت مكلفة بالتجسس ومكافحة التجسس. عام 1988 وبعد أحداث 5 أكتوبر قام الرئيس بن جديد بتنحية لواء لكح العياط واستبداله بلواء باتشين، وعين العميد مدين محمد المدعو الجنرال توفيق على رأس المديرية المركزية لأمن الجيش خلال الإصلاحات التي بدأت عام 1989. ثم أعيد دمج المديريتين في جهاز واحد هو مديرية المباحث والأمن، ووضع على رأسها
اللواء مدين محمد المعروف بالجنرال توفيق، الذي استمر في أطول فترة حكم للمخابرات الجزائرية، ليأتي العام 1990 ويشغل واحدة من أكثر المناصب حساسية في الجزائر، وهو برتبة عقيد، حيث تولى رئاسة دائرة الإعلام والأمن، وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية. كان من الممكن أن يمر اسم توفيق أو محمد مدين مرور الكرام، كما مرت أسماء من سبقوه بهذا المنصب، لكن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية من قبل الجيش الجزائري أدى لاندلاع شرارة حرب داخلية عرفت بالعشرية السوداء. ففي هذه المرحلة تحول جهاز المخابرات الجزائري من دوره بالمحافظة على الرئاسة والنظام للمحافظة على البلاد من السقوط. وفي عهده بلغت قوة المخابرات الجزائرية ذروتها، الأمر الذي ساهم بصعود رجال جدد لدائرة الحكم في الجزائر، وأبرزهم سعيد شقيق الرئيس بوتفليقة. فخرجت أخبار تشي بمعارضته لترشح بوتفليقة، ما دفع الرئيس بوتفليقة ومن معه للانقضاض على توفيق ورجال المخابرات، مستغلين حادثة تقنوتورين الإرهابية عام 2013. ليأتي العام 2015 ويستدعي بوتفليقة الجنرال توفيق ويمنحه وسام الشجاعة، ثم يقيله فجأة بعد شهرين من هذا التكريم، منهيا حقبة واحد من أقوى الشخصيات في الجزائر ومفككا جهاز المخابرات الجزائرية. مع اندلاع المظاهرات المنادية بإسقاط نظام عبد العزيز بوتفليقة، وتحديدا في الأسبوع 107 للمظاهرات السلمية في الجزائر، كان هناك شعار امتزج مع الخوف: مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. وهذا الشعار هو شيء صغير بما قامت به المخابرات الجزائرية بحسب الشعب الجزائري. الدياريس إرهابية. كل الجدل الذي استوطن الجزائر حول شعارات رفعت في الحراك الشعبي، والأكثر إثارة للجدل شعار المخابرات منظمة إرهابية، فهو بمثابة انعكاس لأحاديث وقناعات كامنة لدى الجزائريين عن مسؤولية الجهاز الأمني في محن الجزائر الكثيرة والمتعددة، منها اختطاف القنصل الفرنسي وزوجته في الجزائر عام 1993، وذلك في خضم أحداث العشرية السوداء، حيث قام عدة رجال مسلحين باختطاف القنصل الفرنسي وزوجته مع أحد موظفي القنصلية في الجزائر، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة لتعلن ما تسمى بالجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف بعد 3 أيام من العملية. ثم يعلن وزير الداخلية الفرنسي في تلك الفترة ألان جوبيه دعمه الكامل للنظام الجزائري لتحرير المختطفين، تم فيها بعد كشف اللثام عن الحقائق الخفية في هذه القضية في كتاب صدر عام 1999 بعنوان دي اس تي بوليس سيكري. كشف هذا الكتاب عن دور المخابرات الجزائرية بالترتيب لهذه العملية من ألفها إلى يائها، وذلك لدفع الفرنسيين والأوروبيين لدعم النظام في الجزائر من جهة، وإعطائهم الذريعة لضرب الإسلاميين الجزائريين المقيمين في فرنسا وأوروبا من جهة أخرى. في المقابل بثت القناة الفرنسية كانال بلوس تقريراً أكد فيه العديد من ضباط المخابرات العسكرية الجزائرية السابقين سيناريو الاختطاف، كالنقيب حسين أوجينو الذي أكد بأن العقيد إسماعيل العماري هو الرجل الثاني بالمخابرات العسكرية الجزائرية آنذاك، قد قدم عدة سيناريوهات بما فيها اختطاف السفير الفرنسي، إلا أن الاتفاق تم في النهاية حول اختطاف الموظفين فقط. ويضيف النقيب بأن المختطفين قد تمت معاملتهم بلطف، وتم وضعهم في منزل تعود ملكيته لجهاز المخابرات الجزائرية. هذه واحدة من ألاعيب المخابرات الجزائرية لكسب تعاطف الأوروبيين والفرنسيين على وجه الخصوص. أما على الصعيد الداخلي، قامت المخابرات الجزائرية بالعديد من عمليات الاغتيال والاختطاف، منها اغتيال عبار رمضان وكريم بلقاسم، لتعود المخابرات إبان الثورة الجزائرية التي ثار بها الشعب على نظام بوتفليقة وعصابة الجنرالات على حد تعبيره، حيث اعتقلت المخابرات الجزائرية العديد من الناشطين، وكان من بينهم الناشط وليد نقيش،
التي أفرجت عنه السلطات مؤخراً بعد أن قضى 14 شهراً في الإيقاف بتهمة حيازة أوراق تضر بالمصلحة الوطنية، لتعود قضايا التعذيب والعنف التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد ناشط الحراك الشعبي إلى الواجهة في الجزائر بعد تفجير قضية تعذيب وليد، والذي أكد أنه تعرض لنزع الملابس والضرب والشتم والصعق الكهربائي والحرمان من تلقي العلاج واستخدام القوة لمحاولة انتزاع اعترافات منه. وفي سياق قضايا التعذيب وممارسات الأجهزة الأمنية، أعلن الإعلام عبد الوكيل بلا، وهو أحد أبرز نشطاء الحراك الشعبي ويدير الموقع الإخباري أوراس، رفع دعوى قضائية ضد مسؤول مركز الأمن التاسع في العاصمة الجزائرية على خلفية اعتقاله التعسفي وتعنيفه والاعتداء الجسدي واللفظي عليه وتهديده بالاغتصاب من قبل المسؤول الأمني. كل هذه الإجراءات من قبل المخابرات الجزائرية أجبرت الشعب الجزائري على الخروج بمظاهرات وإطلاق شعار مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية.